أهلا بكم في قناة تويتا. شهدت جنازة الفنان المصري عزة العلايلي داخل أحد المساجد بمنطقة السادس من أكتوبر، حضور عدد من نجوم السينما والتلفزيون من أجل وداع العلايلي بعد وفاته صباح الجمعة عن عمر يناهز 86 عام. وكان محمود العلايلي نجل الفنان القدير أعلن عن الخبر المفجع قائلا: توفى صباح اليوم والدي الفنان عزة العلايلي. تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة، وحرصت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية على التواجد في الجنازة، وتحدثت عن الراحل قائلة: فقدنا اليوم اسم كبير في الفن المصري والعربي، رجل يملك الكثير من الإنجازات العظيمة عبر تاريخه، له مواقف عديدة مشرفة ساند فيها الثقافة في بلده، وللراحل أعمال رائعة بقت في قلوب عشاق السينما على مدار عقود، من أبرزها الفيلم الوطني الطريق إلى إيلات، فضلا عن الأرض والمواطن مصري والطوق والإسورة والتوت والنبوت والسقامات، وآخرها فيلم تراب الماس عام 2018. وبدأ التأثر على الفنانة لبلبة فور وصولها إلى الجنازة، وتذكرت مواقف جمعتها بالفنان الكبير قائلة: آخر مرة التقيت به في عزاء الكاتب وحيد حامد الشهر الماضي، ضارب بنا أحاديث ودية كعادته، فهو شخص مقرب من الجميع، جمعتني به صداقة قوية وعميقة. وأكملت حديثها وهي تبكي: امتاز بطابع مختلف في أعماله، وتمكن من خلق مساحة خاصة باسمه وسط جيل من عمالقة التمثيل، كان دائما يختار أدواره بدقة وعناية بالغة، وأعماله الفنية تشهد على ذلك. ونعى أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية الفنان الراحل واصفا إياه بفارس الدراما العربية، إذ قدم خلال مشواره الفني الطويل أكثر من 190 عمل تعاون خلالها مع أسماء لامعة من المخرجين الكبار مثل يوسف شاهين وصلاح أبو سيف وكمال الشيخ. ويؤكد زكي عقب أداء صلاة الجنازة إن عزة العلايلي اعتاد على التواجد في وداع كافة زملائه الراحلين، موضحا على وقوفه إلى جوار الفنانين في أزمات عديدة، فضلا عن التواصل الدائم مع نقيب المهنة التمثيلية للشد من أزره عند تعرضه لصعوبات في عمله. وقال زكي: عزة العلايلي قيمة كبيرة لنقدر على تعويضها، إسهاماته الفنية تعيش في وجدان كل مصري. لن أنسى دوره في مسلسل النديم الذي أذيع عام 1982 وعشرات الأعمال الأخرى. وتواجد في صلاة الجنازة أسرة الراحل والمخرج محمد ياسين الذي تعاون مع العلايلي في مسلسل الجماعة، فضلا عن الفنانين أحمد بدير وأشرف توفيق وخالد النبوي والإعلامية بوسي شلبي. ولم يبخل عزة العلايلي بفنه على المسرح المصري، كونه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، فقدم العديد من الأعمال المتميزة من بينها وداعا يا بكوات من تأليف لنين الرملي وإخراج عصام السيد في عام 1997، وعاد بالفريق نفسه بمسرحية وداعا يا بكوات في عام 2006، وبعدها بعامين كان بطلا لزكي في الوزارة. وعبرت الفنانة إلهام شاهين عن صدمتها تجاه وفاة الراحل قائلة: أشعر بحزن بالغ لرحيل صديق عزيز، رجل نبيل وفنان له بصمة مهمة في السينما والتلفزيون، عرفته عن قرب وأدركت اهتمامه بالثقافة وعشقه لوطنه وللمهنة التي أخلص لها طول مسيرته. وتلقت أسرة عزة العلايلي العزاء في الراحل أمام مقابر العائلة على طريق الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من مراسم دفن جثمانه. وقررت العائلة عدم إقامة عزاء للفنان، وذلك نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا. وبعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بباقة من الورود وبرقية عزاء إلى قبر الفنان الراحل عزة العلايلي الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر يناهز 86 عام. يذكر أن آخر أعمال عزة العلايلي مسلسل قيد عائلي الذي قدمه العام الماضي وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين. الفنان عزة العلايلي ولد في القاهرة وحاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، بدأ مسيرته كمعد برامج تلفزيونية قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم رسالة من امرأة مجهولة عام 1962، والذي كان بمثابة بداياته السينمائية، لتتعدد أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون. وامتلأت حسابات النجوم والمفكرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات الرثاء، وعبروا من خلالها عن صدمتهم وحزنهم لرحيله، حيث أكد مستشار وزير الثقافة للسينما الدكتور خالد عبد الجليل إن العلايلي يعد واحد من أهم صناع السينما المصرية والعربية، وأن أعماله ستظل خالدة بيننا
فقد قدم أفلاما صنفت ضمن أهم 100 فيلم في تاريخ السينما. وداعنا الفنان القدير عزة العلايلي، واحد من أهم صناع السينما المصرية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.